خلاص راه داير الثمن ديال 2,30,000 ريال ديال مولاتها اللي بغاها نجيبها له، ما كاين حتى مشكل. عندك 48 ساعه سيمانه نجيبها لك القياس اللي بغيتي، 2,30,000 ريال لي كوموند اللي بغا اي كوموند بالنسبه ديال الكورميت راني كاصابون كوموند خفيا يعني كيجيو من تما لتما. الثمن ديال هادو اللي هو 2,30,000 ريال 2,150 أورو تقريبا. اللي عجباتو ندير نجيب له اختها، هذه الدوره 21 فيها، ولكن اللي عجباتو ندير له ليها كوموند ما كاين حتى مشكل. 2,050,000 ريال 2,030,000 ريال سمحوا لي 2,030,000 ريال. وبالنسبه لهذا ديال غافينيتي اللي كتشوفوا على الشكل فيه لا غورميت والخاتم بروموسيون، عندي غير هاد الباك وحده اللي داير فيها هاد الباك الثمن ديالها يعني كامل بالبروموسيون غيكون داير الثمن ديالو 6000 درهم هذا كامل بالبروموسيون اللي دايرين فيها ب 6000 درهم اللي هو 120,000 ريال. الا عجبكم راه غير باك واحد ما عنديش فيه ثلاثه ولا اربعه، واحد داير فيه الثمن ديالو اللي هو 6000 درهم 120,000 ريال كتشي اللي قلت. غنعاودوها 4000 درهم 6000 درهم فيه لا غورميت والخاتم والبوندونتيف والحلقات كومبلي ب 6000 درهم. خويا واسم عافاك اختي يمام بالنسبه اللي غاتكون راه ما بقاوش عليا، برافو عليكم اللي قلتي دابا حرام على جوك داك الحرير كداك الحرير الحرير حنا مصاب لبسو غير لبس عادي هاد لبسو الحرير هذا لا لا دابا حرام لا حرام حنا لابسين غير النقيرات ديالنا بخير السعاده. هذا الثمن ديالو اللي هو 6000 درهم 120,000 ريال 120,000 ريال اللي هي 600 اورو ولكن غير باك واحد، راه عندي منهم بزاف ولكن عندي واحد اللي دار فيها هاد الثمن. هذا الثمن ديالو اللي هو 6000 درهم 120,000 ريال 600 اورو اللي عجبو يدير لي سكرين ومرحبا. اللي بغى لي يوصلوني على خويا تما ديال 3 دي ها هو واحد، الثمن ديالو اللي هو 1450 درهم 1450 درهم اللي هي 29,000 ريال 29,000 ريال اللي عجبو يدير لي سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. يلا بارطاجيو معنا اللايف وتحيه للجميع البارطاج ديالكم. هادو عندنا كانوا الثمن ديالهم اللي هو 13000 درهم كانوا بعدا ب 14000 درهم مليون راه داير فيهم بروموسيون. هادو الثمن ديالهم اللي هو 12500 درهم كانوا ب 14000 درهم اليوم الثمن ديالهم اللي هو 12500 درهم اللي هي بمليون و50000 ريال. الله يحفظك اختي خديجه يا ربي امين. الله يحفظك لالا يمام تحيه ليك لالا صافي شكرا لك بزاف وشكرا لكم بزاف مرحبا و1000 مرحبا بكم. هذا الثمن ديالو اللي هو 12500 درهم ديال شانيل، هادو ب 12500 درهم اللي هي بمليون و50000 ريال مليون و50000 ريال كانوا ب 14000 درهم مليون راه دايرين مليون و50000 ريال اللي عجبهم يديرلهم سكرين ومرحبا. هادو الثمن ديالهم كانوا ب 10500 درهم 9800 درهم اليوم. هاد لي بخي في البغاسليات بعدا عندي ثلاثه ديال الشرات اللي داير فيهم بروموسيون كبيره 9800 درهم هادو، وهادو ب 12500 درهم ديال اللي نشوف اللي قدامك. مرحبا لالا الهام تحيه لك مرحبا لالا عائشه. شوفي هاد لي موديل هادو راه زوينين تاهم احسن لك من الفان كليف. ها انت هادو هادو الثمن ديالو اسمحوا لي هادو ب 10800 درهم بعدا، وهادو ب 12500 درهم هادو ب 12500 درهم. يلا بارطاجيو معنا وشكرا لجميع البارطاج ديالكم وعلى المسانده ديالكم كرات هذيك الكومنت لكن حتى نجيو يكون خير ان شاء الله. لالا نعيمه على الراس والعين محلكم هذا راه المحل مفتوح في وجوهكم دائما ومرحبا و1000 مرحبا بكم على الراس والعين. كاينين هادو هادو ب 10800 درهم 10800 درهم اللي هي بمليون و 16000 ريال هادو بمليون و 16000 ريال هادو بمليون اورو هادو ماشي بمليون 108 يا ربي ما عقلتش على الثمن مليون و مليون قل شي حاجه سمحوا لي تلف لي الثمن هذا 9000 قلتها بالدرهم 9800 درهم اللي هي 196000 ريال 196000 ريال وهذا مليون و 50000 ريال وهذا الثمن ديالهم اللي هو مليون و 18000 ريال. اللي عجباتو اي حاجه يدير لها سكرين ويتواصل معنا سي واتساب 06 52 15 170 69. اما بالنسبه لواحد عصير الصابون ها هو الثمن ديالو هذا 370 درهم للغرام 7600 درهم هذا ب 7600 درهم اللي هي 760 اورو 7000 وشكرا لك اختي خديجه الله يحفظك 9800 راه كيتلفوا لنا الاثمنه 7000 هذا اللي كان قلت دابا الثمن ديالو فيه 20.6 على سوم 370 درهم اللي هي 7600 درهم 760 اورو 152000 ريال 152000 ريال اللي هي 7600 درهم 760 اورو. اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 7600 درهم هي 760 اورو ثمن جد مناسب وفي متناول الجميع ونتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم هذا الموديل اللي كنوريكم دابا 7600 درهم اللي هي 760 اورو.
هي اللي بغا يدير السكرين ومرحبا به. وبالنسبه اللي بغا حلقات شي حلقات موديرن وشي حاجه زينه كي مثلا هادو واش كلشي لا ماشي كلشي لا نور هذا ب 370 وهذا ب 350 لي موديل الاخرين كيمشيو للموديل فهمتي اختي ما هادو بجوج هادو دايرهم للغرام هادو ثلاثه غنشوف ثلاثه هادو ثلاثه البياسات راني حاطهم للغرام هادي ب 350 هادي ب 350 هادي ب 370 درهم يلا اللي بغيتي اختي ما تبقى هنا تخري الشات راه الموديل غافينيتي الموديل يعني راه كيكون معروف لي بري ديالهم شحال كيتباع كاين هذا الموديل هذا الاولاني اللي الثمن ديالو 1400 درهم 1400 درهم واش ماشي هذاك عصر الصابون اللي كان 7000 درهم البرومو القديم والله ما نكذب عليك الا كان هو هذا راه يكون زاد حقاش ملي كتحيد البرومو كيرجع للبري ديالو القديم ديجا هذا 7600 درهم ما يمكنش لا ماشي هذا واخا كو درنا له لا ماشي هو هذا الثمن ديالو 7600 درهم ديال 7000 درهم تباع هذاك ديال 7000 درهم داك النهار ياس حتى هو ديال عصر الصابون كاين هادو الثمن ديالهم اللي هو بروموسيون في المهم هادو الثمن ديالهم 1500 درهم 1500 درهم وكاين هاد الموديل هادو اللي جايين عراضين وصحيحين 2600 درهم 2600 درهم هي ب 260 اورو بصفه عامه 370 ماك اقل حاجه اللي تقدي دير دابا 2600 درهم 260 اورو دوك اللي فيهم اكس شحال دايرين اللي فيهم الاكس هادو اختي 12500 درهم شانيل هادو ماشي اكس 12500 درهم هادو الثمن ديالهم اللي هو 2600 درهم 260 اورو للحياه الله يحفظك هادو ب 260 اورو كيجيو غزالين وشي حاجه غزاله انا كنبعد لكم دائما يدي باش تبان لكم الحاجه على الكبر ديالها اما هادو راه ب 1500 درهم هي 30000 ريال 150 اورو واللي عجبته اي حاجه يتواصل معايا يسوق واتساب 0652 15 78 69 كاينه واحد البوندونتيف اللي على هذا الشكل هكا هادي بوندونتيف اللي زوينه الثمن ديال اللي هو 3800 درهم 76000 ريال 3800 درهم ديال الحضور هذا الموديل هذا اللي هو 380 اورو 76000 ريال 76000 ريال اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا 3800 درهم هي 76000 ريال موديل زويون وثمنه جد مناسب 3800 درهم ما كاينش الفرق اختي انا ديال لا ما بين الاحمر لا بين الصفر غير في اللون هو اللي كاين كل واحد شنو كيعشق مثلا انا كيعجبني الصفر والحمر خلاص حلاوته في حاجه واحده اخرى مثلا الحمر حلاوته في هكا الحمر هكا حلاوته مثلا في هاد لي موديل هادو ما يمكنش يجي فيهم الحمر حتى انا بغيت نعرف مرحبا انا اي سؤال وكوكيتو انا كتب نفس الميساج لالا سمار على الرسول العين شفت الميساج ديالك اختي على الرسول العين انا نشوف الميساج نقراه لك راه ما كاين حتى مشكل بالنسبه شنو مازال ما دوزنا ليكمش لي عجباتو اي حاجه ما عليه غير يتواصل معنا في واتساب 06 52 15 79 69 هذا هو رقم الهاتف ديالنا و ايبانغلي ليكم دائما بلي بريسون ريزونابل ومرحبا بالجميع هذا الثمن ديالو اذكر الله كاين هادي ديال الخميسه اللي فيها سلسله مفتوله الثمن ديالها اللي هو واش داكشي ديامو بروجو لا ماشي ديامو سي ابراهيم لا ماشي ديامو هذا هادشي راه ذهب 18 كاره الحجر راه حجر عادي ماشي ديامو يعني حجر عادي اللي مسيغتي الثمن ديالو اللي هو 3500 درهم اللي هي 70000 ريال فيها خميسه وفيها سلسله مفتوله على هاد الشكل هكا كتجي زوينه وثمنها حتى هو بالنسبه للناس ازمور تحيه للناس ازمور ومرحبا والف مرحبا بكم عندنا بالنسبه حنايا في مدينه مكناس برج مولاي عمر كنديروا لا ليفغيزون يعني كنصيفط لك باغ امانه اما لا بوست ديال امانه هي البريد كنصيفط لك في المغرب كامل فيما كنتي كنصيفط لك اما الكود ولا كيجيبوها لك للدار هذه الثمن ديالي هو 3500 درهم 70000 ريال 350 اورو اللي عجباتو معلي غير سكرينها ومرحبا واش عندك فنيته ديال البي بي سي دي مرحبا لالا الادريسي على الراس والعين كاينه راني وقيلا عندي مبيوعه ديال واحد فين هي ديك الفنيته ديال السيده هذا شو الخميسه الكبيره اللي كاينه هذه ما عرفتش بحال شي 600 درهم وقيلا ياك شحال بعتها والله ما عرفت بشحال دات السيده واش ب 600 ولا ب 500 ولكن هائله فيها آية الكرسي هي كيفاش كتشوفي زوينه وصحيحه وشي حاجه ديال الدوام الخميسه بوحدها هي هذه لاله سمراء دخلي عندنا غير البريفي والله ما عارف الثمن ديالها غيكون ماكسيموم الا ما كانت الكراماج ديالها اللي في بالي دابا غيكون بواحد 1700 ما كانت الا كاينه الكبيره ديالها ب 2200 درهم واحد الحلقات مدورين كبار دوزتيهم في اللايف اخر واش باقين ديال 1500 درهم كاينه حبه وحده الا بغيتيها كاين سي ايكورا تعلم الحرفه راه رجع دابا كيعرف كاين عت ليا كيقول لي ها هي فين تحيه لك السي ايكو من الشباب الطموحين الله يزيدهم طموح طموح
هو كيجي معطل ولكن طموح. هادي الثمن ديالها اللي هو 5500 درهم، هادو الثمن ديالهم اللي هو 5500 درهم، 110,000 ريال، 550 أورو، كيجيو فيها ثلاثة الخميسات ديال الحجوجي هادو. الثمن ديالهم اللي هو 5500 درهم، 110,000 ريال، هي هذيك 550 أورو. وسيم امبراطور دابل المكناس، الله يحفظك لاله خديجه، تحيه ليك، الله يحفظك اختي نور. السلام، اسكو فوز انفوي اون فرانس؟ ميرسي، مرحبا لاله فاطمه. بالنسبه اون فرانس غير داخل المغرب، الا جيتي في الصيف على الراس والعين. شانيل اخويا السي اديب، تحيه ليك، مرحبا، الف مرحبا بك. شانيل كاين اخي، انا نوريلك شابو بور مونسيو ايكو. هذا السي ايكو، ايكو قالك بغى يقدم دابا لي لايف ولكن مازال ما مستعدش، مسكين مازال ما مطلقش، ولكن راه كيتطلق مره مره شي شويه هنا، غير زيد يتطلق يبقى يدير لكم اللايف. حتى هو خلاص، حتى هو راه عفوي، دير شي نهار اللايف والله هي. والله اخويا شي نهار نديرو الفوطاج في الباج، وهكا طلعت لك الفوطاج غادي تدخل دير اللايف، غادي تقول لهم مرحبا مرحبا والف مرحبا. خلي لي هذيك الكوغمي ديال الرجال، بغيتها كادو. مرحبا للانجيلا، مرحبا على الراس والعين، ما كاين حتى مشكل. هذه 5500 درهم، 110,000 ريال، اللي هي 550 اورو. اللي بغا يدير السكرين ومرحبا. بالنسبة عندي واحد الكولي ديال الجاكوار اللي هو هذا، انا نوريه لكم. هذا كولي ديال الجاكوار 5200 درهم، امشي الجاكوار يا ربي، ديال البنانا والصح والعمل، 5200 درهم، اللي هي 104,000 ريال. لويز لالا لبنى، غنجيبو ان شاء الله دي كوموند لي ديال لويز ديال الكليان. مارو او فرونس، بغيتو نخدم معاك، ندير ترونسبور مارو او فرونس. دابا مرحبا والف مرحبا للسمراء على الراس والعين، ولكن انتي بعيدة يعني، باش دي حبه وحده ولا جوج يعني خصك كونتيتي كبيره. الثمن ديالها اللي هو 5200 درهم، 104,000 ريال، 104,000 ريال، اللي عجباتي ديال السكرين ومرحبا الف مرحبا بكم. 104,000 ريال، اللي هي 550 اورو، اللي عجباتي ديال السكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 5200 درهم، سمحوا لي، 5200 درهم، اللي هي 104,000 ريال، اللي عجباتي ديال السكرين ومرحبا. هادو مويدلات لي هائلين وزوينين وثمنهم تا هو فنيون، يعني شي حاجه ديال الدوام. كاين هذا الثمن ديالو اللي هو 7500 درهم، هذا ب 150,000 ريال، بروموسيون دايرين فيهم. احسن لايف كيعجبني، تبارك الله، يحفظك لاله كريمه، تحيه ليك، مرحبا والف مرحبا بك. شحال داير الجوهر بنبت بالذهب؟ لا ما عنديش لا امنيه، شفتي سولتك على الجاكوار. لا 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 نور، انا ندوزو لك، صبر علينا، ديال سيت شين بليز لي بوكل ديال، والله ما عقلت على ديال البنانه، كاينين ديال 2000 درهم، 1500، ديال 2500. خلي ديك الطاقم غافينيتي، مرحبا لاله حنان، باك وحده اللي عندي، الا لقيت شي واحد قبل راه ما عندي ما ندير. الثمن ديالو اللي هو 7500 درهم، 750 اورو. خصني شي بنت اللي تحط يديها في لاباج، عاودي غير هكا وقادين غارض، اللهم لك الحمد، بلا بنات بلا حتى حاجه، غير حنا رجال خدامين كبينوا لي لايف هكا، ما كبينوا وجهنا، اللهم لك الحمد، خديمه على قد الحال، الله رازقنا، اللهم لك الحمد، قانعين باش عطانا الله. 7500 درهم، اللي هي 750 اورو، اللي هي 150,000 ريال. ديجا كنوريو الناس لي زارتيكل كيف كيبانوا لنا هنايا في المحل، كيف كيبانوا لهم لي فيديو، كنعطيهم اي حاجه. غير الناس بعض المرات كيقولوا الناس قيسوهم، كنقول لهم راه غير رجال عندنا في المحل، ما يمكنناش نقيسوهم. شنو مازال ما دوزت ليكم؟ اجي جي لهنا واحد البواطات، وي واحد البواطات هما عندي هنا في الكوفر، ها هما لي براسلي، غندير لاباس نجي. علاش ديري لاباس اختي مريم؟ على راسو العين، بلا ما ديري لاباس، اجي عندنا على راسو العين، محلكم هذا، دي حاجه حاجه بشويه عليك، راه ما كاينش شي حاجه كتجي في دقه واحده، راه اللي دار خاتم ب 2000 درهم يدير براسليات ب 2 مليون، غير باش تكوني عارفه اختي هذه القضيه هذه. راه الله يسهل على الجميع، رزقك ما تعرفيه فوقاش يجيك، راه الرزق الله. ها انتوما كاين هادو دي موديل لي بروموسيون، كاين هذا ب 12,500 درهم، 1,050,000 ريال، يديري عينك في الحاجه وكوني هضره فاسيه واش فاسي. لا سي اديب انا مكناسي مكناسي، السنان عليكم. هذا الثمن ديالو اللي هو 12,500 درهم، ولكن الجبلي هي هذيك راه تهضره فاسيه. هذا الثمن ديالو اللي هو 9,800 درهم. كاين هذا وسيم، واش نجي نخدم معاك فابور، نبقى نلبس موديل في اللايف الغبن ديالي، او اجي لبسي بلا ما تخدمي معايا انايا، اجي لبسي على الراس يعني، واش حنا عمر شي واحد جا للحانوت وقلنا له ما نجبدوك شي حاجه؟ تلبس وقيس مع راسك، راه كلشي ديال الله، اللهم لك الحمد. هادو الثمن ديالهم اللي هو 10,800 درهم، 1,016,000 ريال. واللي بغى شي حاجه على الراس والعين، ما بغي اختي وداد راه ما قريتش الميساج، راه ماشي ما بغيتش نجاوبك انا، راه كنقرا الميساج راه نجاوبك على الراس والعين. كاين هاد الباك هذا اللي ب 3500، 3100 درهم اللي داير له اليوم، 3100 درهم اللي هي
62000 ريال باك واحد اللي دايرين فيها هذه القضيه هذه خلق العافيه. كاينه لا سلمى 3100 درهم لابيل كاين عوينه كاينه ديك الخاتم وراهينا وريهنا اختي فاطمه الى خاتم واش هذا اللي وريتكم دابا راه 1900 درهم بروموسيون هذا هذا 3100 درهم ليا 62000 ريال عطينا الخلاق على سي ايكو الخلاق 3100 درهم ليا 62000 ريال 310 اورو وغنوريكم واحد السنيسله ديال الخريشات وراه زوينين لا كوني هاني لا خديجه بالنسبه لا كوموند ديالك ان شاء الله غدا نصيفطوها لك ها هو اجبد لي هذا ديال الرول 3100 درهم باك كامل داير له 3100 درهم ليا 62000 ريال اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا. وبالنسبه اللي بغى الخريشه الخلاخل ديال الرجل عندنا هادو عندي شي 8 ديال الموديلات كل موديل هي موديل واللي بغيتيه فيهم على الراس والعين. المهم هادو عندي منهم بزاف راني عجبت منهم هادو خلاخل نوريكم واحد واحد. المهم الثمن ديالهم راه هو 1500 درهم هذا الاولاني راه 1500 درهم ليا 30000 ريال اول الخلخال ديالو. السلام عليكم ان شاء الله من المغرب باسوغا تو فوا بو اللي بغات مرحبا لاله مينا على الراس والعين وتحيه الرجاله ديالكم راه صابرين عليكم كتصيفطوهم لنا بعض المرات لهنايا راه كيجيو طالع لهم الدم ولكن كيقول لنا خرجتي علينا. الثمن ديالو اللي هو 1500 درهم 30000 ريال و150 اورو هذا عاوتاني الثمن ديالو تا هو موديل موقيلا بحالو مي هذا شوب بارفي غليظه تا هو ميم بري 1500 درهم ليا 30000 ريال 150 اورو الله يجيب الرزاق يا ربي خويا برعتينا اليوم. مرحبا لاله خديجه على الراس والعين ما حالكم هذا والله الا ما حالكم 1500 درهم ليا 30000 ريال 150 اورو والله الا كتزيدوا تشجعونا والله الا اللهم لك الحمد دائما مشجعينا. هذا ماشي خلخال وقيلا هذا تا هو بشي 1300 درهم هذا ب 1500 درهم ها هو 1500 درهم وين الوسي ام وائل تحيه ليك مرحبا ورينا نقول ما تكون فيهم بونوتيف عافاك. لاله سعاد مرحبا انا وريك اختي على الراس والعين ما وريتك دابا نوريك في اللايف الجاي ولا دخلي عندنا البريفي حقاش ما عرفتش ولدي عافاك خلي لهذاك الطاقم دغافينيز. لاله حنان هانتي المهم يدخلي عندي صافي يدخلي عندي البريفي وما كاين حتى مشكل على البنات وسيم الله حتى يستاهل كل خير تعاونوا بارطاجيو نوصلوا اللايف مرحبا بارطاجيو مع اللي ما شريت تنزه بارطاجيو معنا عافاكم اللايف بغينا هكا كلشي ان شاء الله باش يزيدوا الناس يتعرفوا علينا ديجا بالبارطاج ديالكم باش كيتعرفوا علينا الناس والله مالك الحمد بالمعامله وبكلشي على الراس والعين اي حاجه بغيتوها مرحبا و الف مرحبا بكم. نكمل لكم لي موديل كاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 3 ملي غرام 3000 درهم اختي انا المره الجايه ملي تعجبك شي حاجه اي دخلي عندي انت الاولى قبل ما نكمل لك اللايف ولا هذا دخلي اختي على الراس والعين. هذا الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم 60000 ريال انا جديده لاله مديحه على الراس والعين خلاص دائما معكم وسيم من مجوهرات السلام اختصاص ديالنا هو بيع الذهب 18 كارو كندير لا ليفريزون للمغرب كامل. هذا الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم 60000 ريال 60000 ريال هذا الموديل اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا وعلى الراس والعين 3000 درهم خويا تمات على لاله نجات واش بغيتيهم ديال الباس راني ندوزهم ان شاء الله من يتسالى اللايف ما عليك غير تعاودي اللايف ويبان لك مزيان. كاين هذا الثمن ديالو اللي هو 2700 درهم 270 اورو وكاين هذا ب 2500 درهم هذا 2500 درهم و270 اورو 270 رايك اخويا نعطي صادق رساله شانيل حمر الوجه ما فهمت اخويا ولا خويا يوسف والله ما فهمت كي يقول لي الميساج ديالك مكتوب مزيان وانا معاك على الراس والعين راسي موليت خدامه معاك راني كنجاوب الناس اللي كيسولوا الله يحفظك لاله اسماء والله الا راداكم راكم نتوما دابا زعما كنقول لكم بحال العائله ديالي الناس اللي هنايا راه عارفين راسهم بزاف الناس من المساندين الرسميين يعني رسميين دائما في لي لايف ديالنا الا كان شي واحد غايب كيكون غايب كيكون اللايف ديجا طافي داكشي علاش هذا الثمن ديالو 2700 درهم وكاين هذا لوطخ موديل ها هو زويون انا وريه لكم سمحوا لي هذا هذا الثمن ديالو اللي هو 800 درهم هاد السنيسله هادي ب 800 درهم صدق يمكن باغي يتزوج سي لاله خديجه شكرا لك بزاف الا بغيتي تزوج خصك خاتم المارياج وبغيتي نعطيك راه المهم ديتي اونسومبل على حسب اخويا اللي بغيتيه نوريه لك لونسومبل ديال شانيل راه عندي شي حاجه زوينه حنا جوج الخفاء معاك ربي مسخرنا الله يحفظك لاله خديجه تحيه لك الله يكمل الله يحفظكم والله الا شكرا لكم بزاف مساندين زعما رسميين عندنا اللهم لك الحمد يعني مي ما تكونش في اللايف والله الا غير المره الجايه مي ما يكونش شي واحد فيكم في اللايف بقى تقولها لي ما نديروش انا خصني تكونوا مجموعين بحال كنجمع مع عائلتي شحال كتبقى لا كوموند 24 ساعه 48 ساعه كتوصلوا كاينه هذه فيها خريشات على هذا الشكل هكا انا وراكم سمحوا لي هذه الثمن ديالي 2000 درهم
هادي 2000 درهم ليا كتجي فيها خريشتات على هادو انا واعره واعره وغير هو السلسله رقيقه ولكن صحيحه ما هاد الخريشتات اللي فيها راه الصح والعام. هادي الثمن ديالها اللي هو 2000 درهم 40000 ريال، هادي ب 40000 ريال اللي هي ب 200 اورو اللي عجبات يدير السكرين فيها هانتوما هاد التشكيل هذا، فيها الضويوره، فيها هاد الفراشه بحال هكا، هادي وقيله فيها واش فراشه هادي ولا ما عرف شنو هي ولا شنو ولا ولا، وفيها هاد الموديل ديال النجيمه. هادي الثمن ديالها اللي هو كامله ب 2000 درهم، 8000 درهم شحال بالجزائر؟ والله اختي راه شي ما نعرف بالجزائر، نعطيها لك بالاورو تقريبا ب 800 اورو. هادي 2000 درهم ليا 40000 ريال 200 اورو اللي عجبات يدير لها سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 2000 درهم ليا 40000 ريال 200 اورو اللي بغا يدير لها سكرين ويتواصل معنا سي واتساب. هي 8 د المليون جزائريه هي هذيك، انا ما كنعرفش بالجزائر، نعرف بالاورو بالدرهم. نعطي صادق صداقي يحمر الوجه، دير مع اخوك مزيان. خويا يوسف تواصل معايا سي واتساب، غنصيفط لك لي كولي لي غيكونوا لي بخي ديالهم زويونين بالخاتم. الا بغيتي تا الخاتم ديال المغياج راه كاين عندنا، وعلى الرسول العين الله يكمل بالخير. عندك غير من تدير العرس ما تعيط ليش اخويا، راه خوك راه تا عرس زيرو عرس هذا العام هذا والو، كاين شي عرس شي واحد قال زعما يتزوج، كل شيء معكوف. كاين هاد الخميسه هادي الثمن ديالها اللي هو 1350 درهم، الناموسه هو سميه هذيك وقال الناموسه. صلاه خويا في مراتك راه كلشي غير رجع ليك، طاقم وخاتم وبراسيات الله داكشي اللي كاين، هادشي ديال الذهب والدهاز وهذا داكشي كيبقى بليزير من الراجل، وهذا زعما غير الا كان التفاهم راه هذاك هو الكنز، هذاك هو الذهب. ما هادشي الذهب راه دابا ياك رجالاتكم الناس انا الاغلبيه اللي مزوجين وهذا راه رجالاتهم مبرعينهم اللهم لك الحمد، يعني ما مخليهمش كيطلبوا الحاجه. راه كنشوف هنا الناس كيجيو عندي كيجيو برجالاتهم والله ما كيخسروا الخاطر، والله الاغلبيه الله يحسن العوان الجامع، ولكن الاغلبيه والله الا ما كيخسروش الخاطر. يعني كتكون باغا جايه على سلسله 1700 كيبانوا لها براسليات، كيقول لها يلاه لا لا غير اختاري اللي بغيتي غير سر بينا نمشيو بحالنا صافي، حتى هي كيعجبها الحال والله ما كيخس ما كي زعما. انا اهم حاجه في الزواج كيكون التفاهم، الا كان التفاهم راه هذاك هو الكنز لاي واحد دابا كيتفرج في اللايف غيتزوج ولا هذا، راه الا كان التفاهم راه لا ذهب راه تعطيها خاتم ديال النقره في الاول تكون مقرد راه والله في الاخر زعما تتغني. المهم غير التفاهم يكون، والله يسهل عليكم كاملين، والله يسهل علينا حتى حنا ويسهل على تائيكم مسكين. بصح راه ذهب عندنا رخيص من الجزائر والختمه زوينه، حتى انا راجل جزائري كوم ديال الله يفتح عليك. الله يحفظك اخالتي حنان، شكرا لك بزاف. جاكوار مرحبا، تجهز هدايا في العماري وتعشى. الله يحفظك السي يوسف، تحيه لك، الله يجعل كلشي مباركم سعود على الراس والعين. دخل عندي البريفيو والله تندير معاك ثمن فوق الجد، والله ما كاين في اللايف هاد الثمن اللي نديرو معاك على الراس والعين، ولكن ضحكتيني وحق الله. ولكن فري اخي زعما راه غير بنادم يكون تفاهم هذاك هو اهم حاجه، راه كلشي كيجي كيف قال لك السيده، راه دابا كلشي كيرجع لك، كلشي ديالك، وفي نفس الوقت شي ديال شي ديال بعض الشيء زعما ديال نتوما ديال بعضياتكم. ومرحبا بالجميع، انا اي حاجه مرحبا بحال خوكم بحال ولدكم، اي حاجه على الراس والعين ما كاين حتى مشكل والله الا على الراس والعين. ليلى تحيه ليك، العوينه ها هي العوينه ب 1500 درهم اللي هي 30000 ريال، ها هي اللي عجباتك ب 30000 ريال اللي هي ب 150 اورو، وثمنها راه ثمن جد مناسب وفي متناول الجميع. سلام السلطانه بوردو، تحيه لك يا سلطانه مرحبا والف مرحبا بك. اش من خاتم نقرا والله ناقصه كنطمعوا ويه، انا كنقول زعما غير التفاهم راه والله وكان غير التفاهم فينا هو من بعد، راه الله راه كيرجع كيجعل البركه وكيشري لك الراجل اللي شراك خاتم ب 20000 الاول كيشريك موراه ب 80000. هادشي راه حنا كنعرفوه، كاين زعما هاد القضيه هادي انا كنعرفها بزاف. في الاول شرا لها عندي كليان ديال هادي 3 سنين ولا 4 سنين كان شرا لها خاتم ب 1200 درهم، موراها تزوجوا سهل عليهم الله خدم هو وياها، من بعد جمعوا شويه ديال الفلوس وشرا لها براسليات ديال 1,20,000 ريال. وكل مره كينتفلا حاجه قال لك انا، هو كيجي كان بعض المرات كان كيجي بوحدو الراجل كان كيشري لها كيشري للمدام ديالو زعما بوحدو، كيقول لك انا ما شريتلهاش في الاول ديال العرس وخصني نحمر لها وجهها قدام العائله. ودابا راه راجل كيقول زعما راه ما كاينش زعما العيالات مع المراه، ايه كتقول هاد الهضره هذه كتقول الراجل حاشمني، ولكن الراجل بوحدو كيفكر بان راه خص المراه ديالو راه ناقصها شي حاجه مثلا في الدار، يعني كيقول خصني انا بغيت نعوضها في داكشي اللي ما عطيتهاش شحال هادي نعوضها دابا. سمحوا لي اذا كنهضر بزاف، المهم انا هكا داير. هذا الثمن ديالو اللي هو 1300 درهم 26000 ريال. انت اخويا وسيم فال زوين اليوم غتجلس في العماريه، راه العماريه ديال الفقيس العديان ديال الفقيس العديانيه هذيك. هذه الثمن ديالها اللي هو 1300 درهم 26000 ريال، والله العظيم الشيء لا خديجه قبيله. المهم بلا ما نلمح، وهذا
الا بحال قلتي زد تحفزت شي شويه على كنزيد نتحفز كل مره كيكون عندي شي حاجه بحال داكشي اللي كاين عرفتي كنتحفز. المهم انت راك فهمتي الهضره فهمتي. المهم والله الا حفز زين واقسم بالله ياك صحابك غيطيح ليا زعما المورال ولا هذا. والله العظيم بالعكس انا ما كانش اليوم ما كنت غندير لايف مي اليوم غنديرو وغنبقى نديرو ديما ولي بخي اللي غيكونوا عندي دائما غيكونوا طايحين بزاف وغادي يشربوا السم شي دواء هي هذيك. المهم الخبر في راسك خويا الا جينا عندك نفس الثمانية لا كنقصوا شي شويه غير كان فيها لا هنا البروموسيون يعني جاي على رجلي ما كنقص حتى داك الساعات يلاه كنقص لك شي بركه وصافي وعلى الرسول العين. الله يحفظك اختي والله يسهل عليكم كامل. هذه ب 1300 درهم 26000 ريال في القصر لا في مدينه مكناس. هذه الثمن ديال اللي هو 1300 درهم 26000 ريال 130 اورو. الناس كلشي عارفين شنو كاين. لاله خديجه ام خليله راه عارفه شنو كاين وقيلا راه دابا ملي سمعتني كنهضر راه عرفتني علاش كنهضر. بزاف ديال الناس عارفين شنو كاين اللهم لك الحمد. الناس اللي كليون ديالنا عارفين شنو كاين اللهم لك الحمد. جو مابين ناديا دو فرانس اي جيم بيان لي كولي اي لي براسلي. على الرسول عنا لليلى تحيه للجاليه المقيمه خارج المغرب مرحبا والف مرحبا بكم. نجيو في الصيف على الرسول عند جوادنا عافاك رجع ليا نشوف هذاك ديال 3000 ديال بغيت نسكرني حيت ما شفتوش باش تكون اين هو اختي 3000 درهم. شنو هو اللي دوز 3000 درهم اونصومبل هادو اختي اللي عجبك فيهم على الرسول يعني ما كاين حتى مشكل 3100 درهم. لا اللي عندك كونو لا كونوز اللي كان 2000 درهم كان عندي ب 1800 درهم اونصومبل صغير ديال البنانه الا بغيتي نجيبو لك راه ما كاين حتى مشكل اختي على الرسول العين. الله يحفظك ياك هذا ذهب للسوق والمعيار شحال ديال العيار ديالو 18 كاغا اخي اديب خويا يوسف تحيه لك. هذا 18 كاغا كنصيفطو في المغرب كامل. بغيتي تجي عندنا المحل اللي كنتي بحال كفاس ولا هذا قريب ليا تجي المحل على الراس والعين نقص لك فلوس طونسبول ديالك ما كاين حتى مشكل مرحبا. وعلى الراس والعين مرحبا بكم دائما عندنا. هادو دي زونسومبل لي بروموسيون اللي عجبيش اللي عجبكم ديروا سكرين. إني يعلم الله في قلبكم خيرا ياتيكم بخيرا صدق الله تعالى العظيم. الله يحفظك اختي خديجه هادشي اللي كاين اللهم لك الحمد. كلشي عارفنا وكلشي عارف شنو كاين. صبر خويا وسيم راه غاك اليوم قال لك اللي حسدك عطاك اللهم لك الحمد. والله ما كيبقاش فيا الحال قد ما كنفرح ما كيبقاش فيا الحال قد ما كيزيدني هادشي تشجيع وتشجيع وتشجيع. انا ميساج وصلنا اليوم مي وحق الله السيده كانت خايفه بان صحاب الله غيطلع لي الدم هذا ولكن اقسم بالله العلي العظيم الا زدتي حفزتيني على هادشي هكا وكنشكرك بزاف. وعندك كادو على حسابي المره هاد المره مي غنصيفط لك لاله خديجه تبارك الله عليك ومرحبا والف مرحبا بك. تخلص ليا الطياره نجي غدا نجي عندي خصك دير عندي مع 10 المليون يلاه نحيد لك الطياره على الرسول عين اختي سمره. دابا اصلا الطياره رخيصه واقيله واجي عندنا على الرسول عين نقص لك فلوس الطياره مالها شنو الطياره شحال تكون 1000 درهم 1000 درهم واقيله ولكن غير المزيان رجعات نرجعي بوحدك سيماهم على وجههم. داكشي اللي كاين لاله خديجه وتحيه ليك الله يسهل عليكم كاملين. يا الحمد لله نبجن جود والله الا مرحبا الف مرحبا بك. والله وكان في الجد ديالي سيناريات كيفاش سيناريات انا كندير دابا معاكم التمام ما قلتش نزيد عليكم خصني نزيد عليكم الا بغيت نبقى نخلص لكم الطيار ديالكم واخا انا في ايطالمي والله حتى غنجي غير صيفط ليا لدارنا في كازا. مرحبا اختي انجيلا والله الا على الرسول يعني مرحبا والف مرحبا بكم. تبارك الله سلعه على السلعه ديالك وسيم قال لك سال المجرب ما تسال طبيب. انا جربت الذهب ديالك روعه والثمن جد مناسب شكرا لك. لاله وهبه تحيه ليك مرحبا والف مرحبا بك وشكرا لك بزاف على الثقه ديالكم لاول مره كنتو تقديتو معنا. بزاف د الناس دابا راه حنا مازالين شويه يعني الناس قدو يثقوا من الناس راه اول مره كانوا تقدم عندي بزاف د الناس منهم بزاف ديال الناس. كاين ام خليل اللي عاقل عليها كانت اول وحده تقدمت معنا قبل ما زمان نزيد خطوه هكا الناس كلشي كيعرفنا الحمد لله راك ولد الناس الله يبعد عنك كل شر الحاسدين ويسر لك يا ربي امين. لاله خديجه شكرا لك بزاف كانوا داو عندنا يعني اول مره يعني باش تشري اول مره يشري من عندك انسان في الانترنت وانت ما معروفش. والله الا الحمد لله كيرجع كل شيء لله والفضل تاليكم انتم يا بالبارطاج والوالدين والحمد لله كل شيء ديال الله. حنايا قال لك لي نيتو صافيه ما عمرو يخيب ان شاء الله. ومرحبا بالجميع اي حاجه بغيتو على الرسول العين. الله يلا مرحبا الف مرحبا بكم. انا على الرسول يعني اجي عندنا على الرسول يعني هذاك هو النهار الكبير. والله خويا انا جاي عندك في ديسمبر راني تقديت عرفتك لاله ورضا على الرسول يعني والله العظيم الى الف مليون مرحبا تجيو لعندنا للمحل راه النهار الكبير. انا غير علموني النهار تبغيو تجيو عندي للمحل باش الا كنت كنسد ما نسدش والله العظيم الى مرحبا الف مرحبا بكم. نزيدو ان شاء الله واحد الوقت
غنزيدو واحد الوقت والله تندير لكم نجيبكم كاملين عندنا المكناس والله تان زعما بغيتو حتى الترونسبور ديالكم خلصوكم ندير لكم حفله واعره والله تندير ان شاء الله باذن الله نزيدو شويه ديال الوقت نزيدو شويه نخفوا على رجلينا وهذا اقسم بالله العلي العظيم تنعيط لكم ندير لكم حفله واعره فيها غداء وعشاء ومعروضين كاملين نتوما وعائلتكم اجيو مرحبا والف مرحبا بكم ديجا ما غاديش تبغيو تجيو واحد بواحد كل واحد بوحدو غنجمعكم مره وحده والله تنعيط لكم كاملين ان شاء الله ولكن بلاتي شي شويه ونعيط لكم وداك الساعات طلبوا ما تسالوا داكشي اللي بغيتوه مرحبا انا غادي نسمع عندك بلا ما نشوفك اخويا الله يحفظك على خديجه انت من اول الناس اللي تقديتي معنا الله يحفظك وبالصحه والراحه ومرحبا الف مرحبا بك انا شتنت في الاول اللايف الناس وليت اكبر مدمن على الدب الله يحفظك لاله خديجه لاله حنان انت وقيل من الاوائل اللي كنتي معنا في اللي لايف ديالنا مي كانت اللايف كيطلعوا فيه 10 د الناس 12 د الناس 20 ديال الناس والحمد لله ولله الحمد حتى ولدي الله تعالى يكون معاك الله يعطيك الخير الله يحفظك لاله خديجه تحيه ليك درنا في العراق علاش لا تستاهلوا كل خير والله العظيم ان شاء الله نزيدوا شويه ديال الوقت والله تندير لكم عراضه لكم كاملين في لوطون اللي تبغيو في الويكان ولا في الجمعه ولا في الخميس ولا في العطله تجيبوا نتوما وليداتكم ورجالاتكم ومرحبا الف مرحبا بكم حتى الدراري مرحبا الف مرحبا بكم انا على الراس والعين المهم انا هذا هو الهضره اللي قد نقول لكم وعدكم بها باني نديرها لكم واحد النهاريات قريب عاجله ان شاء الله وديما كندعي معاك الله يحفظك اختي يا غمور انا ما عنديش ربع بان كلشي يشري من عندي ولا هذا اكثر ما اني نكسب الثقه ديالكم ونعطيكم دي النصائح ونوريكم لي موديل هادشي ما عندي احسن حاجه والدعاوي ديالكم اللهم لك الحمد واحد السيده قبيلات كانت كدعي معايا واحد السيده هنايا قالت لي ولدي والله الا سعداتك بقيتي لي دعي معاك قلت لي الناس راه كيشريو دابا الدعاوي بالفلوس قالت لي ما عرف علاش كان عندها شي مشكل قالت لي ولدي والله الا كنشريو الدعاوي بالفلوس والله الا لقاتني واحد السيده ديالك لاله خديجه كنت كدعي معايا قبيلات الله يحفظك الله يسهلك قلت لي شوف الناس كيدعيو معاك نتايا وهذا وهذا واش من المعروضين ولا لا ياسمين مرحبا انت من المعروضين دائما على راس العين يطعمنا حلال الحياه من الاوائل ان شاء الله واش كاين خوات من قرد رجال لا معليش السي بدر تحيه ليك حتى انا من اوائل كنعاود نتفرج في يوتيوب لا اسماء تحيه ليك مرحبا انا كنهضرك على الناس الفيسبوك ومرحبا الف مرحبا بكم دائما نتوما من الاوائل اللي عندنا واللي قرابين لينا ويتقديت من عندك الله يحفظكم عرفتك كنز حسن من العراضة انا العراضة انا نجيبكم هنا باش تعرفوا عليا ونتعرف عليكم وعلى الراس والعين انتما ومول الدار ووليدات ان شاء الله ومرحبا والف مرحبا بكم ايكو غاسكي كركر كنعاودوا وقيل النكاس بان له هنا هنايا كنعاود النكاس بغاتي ديال الكلو كاين لا ريان مرحبا دير شي عراسيه ويحضروا نحضروا لك كامل على الراس والعين للنادي هذاك هو النهار الكبير ليلى مرحبا حتى انا دعيت معاك لاله نعيمه والله الا الله يحفظكم لينا اقسم بالله زعما الا كنبغيوكم واخا ما عمرنا شفناكم بحال ولدكم خوكم يعني الناس عزازين يعني الناس اللي كيبغيو لك ما عمرهم شافوك كيسمعوا صوتنا ما عمرهم شافوني انا راه هنا ما كاينش واحد 300 واحد 40000 واحد تقريبا ما عمرهم شافونا كيسمعوا الصوت ديالنا وكيدعيو معنا اللهم لك الحمد هادشي اللي بغينا انا واخا ما يشريش معايا عندي ما عنديش الغرض باني نبيع نبيع فلي لايف ولا شي حاجه اكثر ما اني باني نفيد الناس بزاف د الحوايج كنفيد بزاف د الحوايج الناس راه ما كانوش كيعرفوهم كيعرفوهم دابا بزاف د الناس كانوا كيقول لك راه شمتونا وهذا حنا كنقول ما شمتوكمش بان هذيك راه معرفه بانكم كتعلموا حتى حنا تشمتنا ميعاد بدينا كنا كنشريو الحاجه هذه فيها وهذه فيها المهم هادشي راه بحر يعني حنا كنعطيو لي بري والتقريب يعني حتى لمشيت عند شي ذهبي نعاود ما يمكنش ما تكونش قريت التعليقات لا لا وداد الله ما شفت الميساج ديالكم العموم فيديو حوار مع الكلين اللي في ديل ماشي بيع العمود ديال الساعه والو مرحبا لا لا وداد على الراس وعلى اللايف ساليتو قبيلات غير هو الكومونتير ديالك راه ما شفتش بعدا وعلى الرسولين بشحال البراسلي ديال الكلو اخويا اختي بوتي بالنسبه للبراسلي ديال الكلو 3300 درهم ابارتي 3300 واو سي دابا سالينا اللايف على سعاد هانت خليني ناخذ انت انا من عندك ما عرفتش شنو بغيتي انا كنت غنتمنى تكون ما كنتيش مرحبا لاله خديجه خويا اونصمبل الويدعه ما عرفتش واش لاله خديجه بالنسبه حنايا هنايا ما نبغوش الضرر راه بحال الا بغيتك الضرر راه بحال كنبغيه لراسي انا لو اسمحوا لي راه الضرر اللي كنبغيه لراسي ولا كنبغيه لشي واحد مع عائلته وانا هكا ما ربونيش والدي لا نحقد لا نحسد لا نضيع شي واحد اللهم لك الحمد هذه هي احسن تربيه عندي وبشهاده ديال الجامع الناس اللي عرفونا بشهاده الناس اللي كيعرفوني كاملين ياك انا اللي ما كنعرف ما عمري تلاقيت مع شي واحد فيكم ولكن الناس كلشي عارفيننا كاين هذا الشيء كيقول لهم صوتك باين في كل الناس ولد الخير الله يحفظك اختي ريحان شكرا لك بزاف
ولد متخلق محترم الله يعمر دار من بلجيكا اول سطوار من عندك الله يحفظك الا فاطمه تحيه ليك مرحبا الف مرحبا بك لي سطوار وقيل ديال شحالات ياك وقيل ديال شحال هادي وسيم خويا سلوى صبر راني خليت لك مرحبا ندوز لكم لي زارتيكل سمحوا لي انا وريكم اعطيني واحد السيده كون واحد اخر كون قال لي بيعون بيع لك وراك على عينك وبيسرك داكشي اللي كاين اللهم لك الحمد حنا راه ما نبغيوكم لا نتوما تضيعوا من تشريو الذهب لا كنشوف بزاف الناس كيقول لك لا وهذا وهذا ولكن حنا راه ما كنبغيو لا حتى واحد يضيع بالنسبه للكليان ديالنا هكا كان كيوقعوا مشاكل وهذا كتصور معنا حنا بعيد السيده وهذا ما عندنا غرض حنا لا تشري ما عندنا لا والو ولكن راه ما نبغيو حتى واحد اللي يضيع فيكم راه اللي بغى يخوه المسلم يضيع راه الله غيضيعو قبل ما يضيع هو بعدا فهمتوا ولا بغيتي لخوك بانه يضيع ولا بغيتي شي حاجه اخوك راك هذاك الشيء اللي كيوصل واش كاين هذا الشيء انت ولا ما كاين هذا كنسلم لا لا كتبقى مسلم ولكن فيه فعايل باش يفعل المسلمين المهم دوك كلشي داك الشيء من التربيه ورينا بغاس ليكلو انا باش نكمل لكم باش نختم لكم فين هو لونسومبل ديال الجاكوار انا جبت لك لونسومبل ديال الجاكوار السيده اللي طلبات لي البراسلي الكلو ديال 3300 درهم كاين يا عليك من صوتك ربي الله يحفظك لاله فاطمه تحيه انا نوريك لاله نور انا نوري لك واحد السيده كبيره حتى يطلع ليها الدار محبه من عند ربي كنز داكشي اللي كاين القبول ما كيكون عند الله اللهم لك الحمد وبغينا نشوفوا كوليات هاهم ثلاثه ديال الحوايج دابا دايزين كوليات براسلي كلو الجاكوار فين هو البراسلي ديال الجاكوار كلشي براسلي ديال الجاكوار اختها ها هو هذا براسلي ديال الجاكوار كاين ديال 3300 درهم هو هذا 3300 درهم اللي بغيتي اختي 3300 درهم هي 66000 ريال 330 اورو 3300 درهم اللي عجبو يدير لو سكرين يتواصل معنا سو واتساب اختي ام البنوت بالنسبه ل 100 غرام 360 درهم ومي في المفتول والسامبل هادو ب 3300 درهم هي 66000 ريال 330 اورو اما الا بغيتي كولي بحال هكا بحال هاد الكوليات هكا هانتي ما كيفاش كتشوفوا هذا هكا الثمن ديالو 8000 درهم 160000 ريال فيه كولي وحلقات وخاتمه راه فيه ثلاثه دورات واش هذا كورميت الرجال خويا جواد غير هو هذاك ديال العيال ديال الرجال ولكن كيلبسوه العيالات هذا الثمن ديالو اللي هو 8000 درهم 160000 ريال 800 اورو هذا الموديل اللي بغاهم يدير لهم سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا السلسله ديال الحصير لا لا نجات مرحبا اللي عنده شي كومونتير على الرسول يعني قبل ما نسالي اللايف ان شاء الله باش ندوز لكم داك الشيء اللي بغيتو ومرحبا بالجميع بالنسبه للكولي كاين هذا كولي زويون الثمن ديالو اللي هو 9500 درهم 9500 درهم اللي هي 950 اورو 950 اورو اللي هي 180000 190000 ريال 9500 درهم اللي عجباتو ديال السكرين ومرحبا هذه ب 8000 درهم السي جواد مرحبا الله يفرح قلبك انا احبكم الله احباب خلقه فيكم المحبه من الله تعالى اللهم لك الحمد الحمد لله والشكر لله تعالى وحنا كنقولوا الله يخلص كل واحد والله يهدي الجميع ايوا وصلنا للنهايه اللايف ان شاء الله اللي بغى شي حاجه يدخل عندي دابا البريفي يعني دابا راني خدام بالواتساب دابا قبل ما نسالي ان شاء الله نخرج من المحل نكون جابتكم كاملين وعلى الرسول يعني اي حاجه بغيتوها على راسي وعينيا ودائما معكم وسيم من مجوهرات السلام ما تنساوش تدخلوا لنا فينك خويا يوسف هات حمار الوجه مرحبا على راسو العين بالنسبه دخلوا اليوتيوب ديالنا راه كنبغيو نحطوا فيها دي فيديو حقاش ديجا هذوك الخلاص ديالهم غيكون ان شاء الله راه وصلنا تقريبا ل 1000 و1000 ابوني فيهم بالنسبه للخلاص ديالهم هذوك غيكون ديجا غيكونوا غير هدايا فيهم وصافي يعني ما غنكونش نستافدوا منهم حنايا يكون هدايا للكليان ديالنا وصافي ما يكونش شي حاجه وعلى راسو العين ديروا جيم لاباج ودخلوا الانستغرام راه عندنا ودخلوا اليوتيوب وعلى الرسول يعني اي حاجه بغيتو انا معاكم ومرحبا والف مليون مرحبا وتصبحوا على خير والله يسر لكم اموركم وبون ويكاند راه تالي الويكاند وتالتنا حتى حنا العطله والله يسر لكم اموركم الله يعاونكم.